ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ بص بقى، هنكمل موضوع الكلاسيكيشن اللي احنا ابتدينا بيه. تعالى بقى نتكلم على كينجدم بلانت. كينجدم بلانت باينه قوي. بلانت بلانت يعني كان دو فوتو ايه سنسز، يعني اوتوتروفيك. طب ريلي بلانت ايه؟ كاريوتيك اورجانيزم كاركترايزد باي طبعا سيلولوز سيل وول. بلانت سيل كونتين كلوروفيل سابستن ذات كولد كلوروبلاستين جوست بوست بلانت ريبيديوس سيكشوالي. خلاص كده، هنا الكينجدم بلانت هتتقسم خلاص لحاجتين: هاير الجي دي انكلود ريد وبراون وجرين الجي، ونان فاسكولار بلانت انكلود البيريوفايتس او الموسز والفاسكولار بلانت. طب الالجي، وانا فاهم يعني ايه الجي، طحالب. طب يعني ايه فاسكولار بلانت او نان فاسكولار بلانت؟ يعني بلانت عندها زايلم وفلويم، وبلانت ما عندهاش زايلم وفلويم. لان احنا قلنا نان فاسكولار بلانت، كلمه فاسكولار جايه من فاسكولار تيشو. قلنا مين الفاسكولار تيشو؟ قلنا الزايلم، ومين الفلويم. طيب تعالى نتكلم الاول على الالجي. عندي في الالجي 3 فايلا. اول فايلا اسمها رودوفايتا، بيقول لي مارين ويدز ستيكينج توجذر باي جيليتينيوس كوت. ذا سيل اوف ذيس الجي كونتين كروماتوفور ريد بيجمنت. هي لونها ريد، خلاص علمها كده ريد بيجمنت رودوفايتا. طب المثال بتاعي البولي سوفونيا. وخلي بالنا قوي من الصور والاشكال وانت بتذاكر، اكتر كمان من الكلام، ان انت تربط الصوره بيكتشر بالكلام اللي مكتوب. طب بيقولي فايلم فيوفايتا. فيوفايتا برضو مارين ويدز كونسيست اوف سمبل اور برانشد فيلمنت. There are chromatophores of brown pigment in their cell. يعني هي عندها صبغة براون. طب الإكزامبل بتاعها إيه؟ الفيوكس. طيب عندي ثالث ألجي اسمه كلوروفايت. باين أوي من اسم كلوروفايت، يعني الألجي أو البيجمنت اللي فيها لونها أخضر. بيقول لي these algae contain chloroplastin. Some are unicellular as chlamydomonas. chlamydomonas ده living organism، algae الوحيد اللي unicellular. خلاص كده. and the other are multicellular as spirogyra. سميناها spirogyra ليه؟ لانها عندها spiral shaped chloroplast has form of unbranched filament. خلاص كده، وعندها spiral shaped chloroplast، عشان كده سميناها spiro ايه؟ gyra. طب تعالي بقى نتكلم على البلانت. دول الالجي، خلاص كده. طيب تعالى بقى نتكلم على البلانت. اول عيله في البلانت اللي هي النان فاسكولار بلانت، اللي هي فايلم بايرو بيريوفايتا او موسز. هي مشهوره قوي بالموسز. طيب بيقول لي انكلود البلانت ويتش دونت كونتين سبيشالايزد فاسكولار تيشو، اللي هي الزايلم والايه والفلويم. خلاص، سو زي كولد نان فاسكولار بلانت ذي ارتريستيشيال بلانت ذات نيد دامبنس جريتلي تو جرو اند ريبيديوس. طيب ذيرفور زي live in damp soil and shaded places. خلي بالنا قوي ان هي بتعيش في shaded places. They are small, green طبعا in color. They have certain hairs. ممكن تبقى الهيرز دي يعني عندها اشباه روتس، ما عندهاش روتس actually، يعني ما عندهاش روت، لا عندها اشباه روتس اسمها ريزويد زي في الفنزوري. some are flat، ممكن تبقى flat. flat اسمريشيا عندك اهو شايفه. and some other erect زي الايه فيوناري. طيب تعالى نتكلم بقى على الفاسكولار ايه بلانت. فاسكولار بلانت اسمها تريكوفايتا فايلم. الفايلم دي عندها فاسكولار تيشو بتنقل الووتر والمينرال سولت طبعا ده الزايلم، واللي بينقل الاورجانيك فود اللي هو ريزالت فروم فوتوسينثيسيس ده مين الفلويم. عشان كده بقول عليها ان هي فاسكولار بلانت. اول كلاس فيها الفيرنس. الفيرنس دي بقى ريبيديوز باي حاجه اسمها السبورز. يعني هو بيقول لك these plants have simple structure, most of them are herbs، معظمها أعشاب، or few are shrub or tree or trees. They live in shaded damp region as well as the wall or of well and shaded damp valleys. طب they have stem leaf root، كل ده زي الفل. they have pinnate leaf، ده أهم حاجة إن هي pinnate leaves a shape don't produce flower أو seed. طب هي reproduce by ايه؟ reproduce by spore. والمثال بتاعي البوليبوديوم والاديانتم. في another example called فوجير. خلاص، يبقى انا اول كلاس اللي هي الفيرنس دي لا بتعمل سيد ولا بتعمل فلاور. بص احنا عايزين نمشي الكونسبت كده، لو في فلاور في فروت في سيد،
خلاص كده. طيب تاني، لو في هنا في فلاور في فود في سيد، طب في بعض البلانت في سيدز بس مفيش فلاور، خلاص كده. طيب وما دام مفيش فلاور يبقى مفيش فروت، يبقى مين اللي بيعمل الفروت؟ مين اللي بيعمل الفروت؟ الفلاور. مين اللي بيعمل الفروت؟ الفلاور. يبقى لو البلانت بيطلع فروت يعني بيطلع فلاور، البلانت ما بيطلعش فروت يعني البلانت ده نون فلاورنج بلانت. طب تعالى نتكلم على ده في تو تايبس اوف بلانت، تو اذر كلاسز، مين هم؟ الكونيفرز او الجيمنوسبيرم. الكونيفرز او الجيمنوسبيرم ده بيقول لك they are trees مالها بقى؟ نون فلاورنج بلانت. يعني ايه نون فلاورنج؟ يعني ما بتعملش فلاور. طب ايه احنا فاكرين كده من اعدادي الفلاور كان فيها ايه؟ فيها الميل والفيميل اورجنز اللي هيكونوا لي الفروت. هنا انا عندي ما عنديش فلاور وما عنديش فروت بس عندي حاجه تانية، ما عنديش، عندي ان هي بيحصل لها ريبرودكشن باي كون مش بالفلاور. يعني ايه؟ يعني عندها ميل كون وفي ميل كون، فهم دول اللي يعملوا ريبرودكشن ويكونوا لي السيد. والسيدز دي عشان هي ما فيش فلاور وما فيش الكلام ده، السيدز ده من غير كفر من غير بيري كورب. فهنا الجيمنوسبيرم واحده واحده كده بلانت نون فلاورنج بلانت، ده واحد. طب ريبيديوس باي ايه؟ باي سيد. ريبيديوس باي ايه؟ باي كونز. طيب السيدز مالها؟ without cover. ما دام without cover كبلوا عليها بالعربي معرات البذور، يعني without cover البذور بتاعتها صريحة وشايفة زي البينس اللي هو الصنوبر، خلاص كده. طيب والسبب ان هي ما عندهاش cover ان هي ما عندهاش flower. طيب العيلة التانية بقى، العيلة التانية اللي هي بقى الانجيوسبيرم. الانجيوسبيرم دي الفلاورنج بلانت، اللي هي البلانت اللي بتعمل فلاور والفلاور فيها الميل والفيميل اورجان ويعملوا لي الفروت، والفروت يبقى جواها السيد اند سو اون، واخد السيد ازرعها وهكذا. فالسيد هنا متشاله في كفر، الكفر ده اسمه بيريكارب. حلو الكلام. طيب هنا بقى يبقى دي فلاورنج بلانت. طب اتقسمنا الجمن الانجيوسبيرم دول لعيلتين، واحده اسمها مونوكوتيليدون ودايكوتيليدون. احنا سميناها كده اول التسميه ده مونو يعني واحد وده يعني اثنين، كوتيليدون يعني تيشو. هنا اهو ادي السيد في المونوكوتيليدون والدايكوتيليدون. المونوكوتيليدون السيد بتاعته ما بتقدرش يحصل لها ديفيجن ان تو ايدنتيكال بارت، هي حته واحده زي الكورك سيد، خلاص كده. طب عندك البين، البي بسله، الفول، الكلام ده، لا ده بيتقسم لتو ايدنتيكال بارت. عشان كده بقول على البلانت زي الكورن ان هو مونو كوتيليدون بلانت، دي السيد بتاعته كونسيست اوف وان كوتيليدون. اما الداي كوتيليدون السيد بتاعته كونسيست اوف تو كوتيليدون. طيب ده بس الديفرنشيشن اللي بينهم؟ لا طبعا، تعالى في الليفز زي ما انت شايف كده، الليفز في المونو كوتيليدون لونج طويله وثين شويه عن الثانيه وبارالل بيني مبرر الفينز. يعني ايه بارل الفين؟ يعني الفينز فيها بارل تو ايتش اذر. اما الدايكوتيليدون بنيت شيب اند برانشد فين. طيب الفلاورز بيقول لي الفلاورز في المونوكوتيليدون هي بتبقى تترا ميرس. يعني ايه تترا ميرس؟ يعني 3 اور مالتيبل. نلاقي الورلز بتاع الفلاور ممكن تبقى 3 تبقى 6 تبقى 9. طيب طب الورلز بتاع الدايكوتيليدون بيبقى تترا اور بنتاميرس، يعني ايه؟ ممكن يبقى 5 اند اتس مالتيبل، 5 10 15، ممكن تبقى 4 اند اتس مالتيبل، 4 8 12 اند سو اون. طيب الستيم بتاعها، الستيم بتاعها الفاسكولار تيشو في المونوكوتيليدون سكاترد عشوائيه، اما هنا في الدايكوتيليدون ارينجد. هنا الروت بتاع المونوكوتيليدون فايبرس وبتاع الدايكوتيليدون خلاص تاب روت، يعني مخزن زي الكاروت كده، تمام.